بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. سألت سؤال الفيسبوك: كيف نضبط ترتيب الفئات التي تم ذكرها في آية سورة الأحزاب بالرقم 35؟ الآية هي: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا الترتيب في هذه الآية قد يلتبس على بعض الحفاظ وليس الكل، فهذا الفيديو بإذن الله عز وجل هو لتسهيل ضبطها ومعرفة الترتيب بالتفصيل. الضبط أحبتي في الله، نقسم الآية ليسهل علينا حفظها. أولا المسلمين المؤمنين القانتين، هذه سهلة وليس فيها لبس، يعني نحفظها. طبعا هذا الضبط الأول، هنالك عدة ضوابط أحفظ أنا بالنسبة لي: المسلمين المؤمنين القانتين. طبعا هذه للفئات الذكرية، وهنالك الفئات الأنثوية اللي هي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، يعني لما أقول المسلمين معها المسلمات. فهذه أولا أنا أحفظها بدون أي يعني غير ما موجود أي لبس فيها، وهذه سهلة. ثم جاءت كلمة والصادقين والصابرين، طبعا والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، هذه ضمنين احنا معروفة. في الوسط والخاشعين، ثم والمتصدقين والصائمين. نلاحظ التناسب، أولا طبعا الإسلام الإيمان القنوت. الخاء الخاشعين جاءت بين صادين، ما معنى بين صادين؟ صادات الصادقين والصابرين وصادات المتصدقين والصائمين. إذن أنا راح أخلي كلمة الخاشعين بالوسط ما بين الصادات، صادات الصادقين والصابرين بالبداية قبلها، وصادات المتصدقين والصائمين بعدها. والدال، انتبهوا، والدال في صدق تسبق الراء في صبر، باعتبار بروز الدال في صدق والراء في صبر. الصادقين قبل الصابرين، فننتبه إليها هذه على قاعدة الترتيب الهجائي. وبديهي أن الصوم يحفظ، فأتى بعدها والحافظين فروجهم، وأخيرا ذكر الله. إذن بعد الصوم الحفظ، لأن الصوم يحفظ، فإذن والحافظين فروجهم والحافظات. هذا أولا يعني بسهولة. ثانيا ضبط ثاني، نحفظ الجملة الإنشائية التالية: صدق الصابر وخشع المتصدق صائما. إذن أنا عندي المسلمين المؤمنين القانتين، هذه إحنا محفوظة وسهلة جدا. الآن ما بعد المسلمين والمؤمنين والقانتين ماذا جاء؟ الصدق الصبر الخشوع التصدق والصيام. فنحفظ صدق الصابر وخشع المتصدق صائما، هذه لضبط الفئات التالية: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، ثم بعد ذلك والخاشعين، الخاء لما احنا قلنا انه بين صادين، والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. قبلها سهلة: الإسلام والإيمان والقنوت، المسلمين والمؤمنين والقانتين. وبعدها أيضا سهل لما أنا أخلص من الصوم رأسا الحفظ، وهو الحافظين والذاكرين، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب الآن ضبط آخر نضبطها على قاعدة الصورة الذهنية. كما تعلمون أحبتي أن مراتب الدين ثلاثة، تعرفون الإسلام الإيمان الإحسان. احنا ما عندنا الآن الإحسان، عندنا الإسلام والإيمان. أولها الإسلام، ثانيها الإيمان. إذن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إيمانك هذا هو الذي سيقودك للقنوت، وهو الطاعة في سكون. فأتت والقانتين، انتبهوا قاعدة الصورة الذهنية: المسلمين المؤمنين القانتين. طيب ما هي علامة الإيمان والقنوت؟ يجب أن يكون له علامة أحبتي في الله، الصدق. علامة الإيمان الصدق، علامة القنوت الصدق. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث أن المؤمن يرتكب بعض الذنوب إلا أنه لا يكذب، المؤمن لا يكذب. انتبهتم؟ فكيف أنه صارت الإيمان والقنوت الصدق،
دلالة على علامة الإيمان عندك أنه الإيمان صحيح وصادق. ثم بعد ذلك ما هي علامة المؤمن الصادق؟ الثبات. كيف الثبات؟ لا يكون الثبات إلا بالصبر، وكما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الثبات أي الصبر، يعني أنا لكي أكون صادق يجب أن أثبت بالصبر على هذا الإيمان وهذا القنوت. لاحظتم كيف الصورة الذهنية أحبتي؟ وعليه يكون الترتيب: المسلمين المؤمنين مراتب الإسلام، والقانتين لما يقول أنه هذا الإيمان يقودني إلى القنوت الطاعة في سكون، والصادقين هي علامة الإيمان الصدق، والصابرين علامة الإيمان الصادق أن يكون ثابتا صابرا. طيب ما الذي يعني يعين، عفوا طبعا هنا خطأ طباعي، ما الذي يعين على الصبر؟ انتبهوا أحبتي، ما الذي يعين على الصبر؟ أكيد الخشوع هو الذي يعين على الصبر، فأتى بعد الصبر والخاشعين والخاشعات. ولن تصل لمرحلة الخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى إلا بعد أمرين مهمين: تزكية مالك وتزكية نفسك. فلما قال والمتصدقين تزكية المال بالصدقة، ولما قال والصائمين تزكية النفس بالصوم، فجاءت بعد الخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. تزكية المال، تزكية النفس، هذه دلالة على الخشوع الذي يكون صادق بإذن الله عز وجل. أكيد أكيد من صام حافظ على نفسه من الوقوع في المحرمات، خاصة الزنا، لأنه بعدها قال والحافظين فروجهم والحافظات. وأخيرا وبعد كل ما تقدم: تجعل لسانك رطبا بذكر الله ولذكر الله أكبر. فختمت: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لاحظتم كيف؟ راجعوا هذا الفيديو، عيدوه مرة ومرتين، راح تشوفوا أنه كيف الصورة الذهنية راح تقرب لك هذه الفئات وراح تعرفها وتفهمها. ورب سائل يسأل: ما السبب في ترتيب قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، إلى آخر الآية؟ الجواب: واو العطف في كلام العرب أحبتي في الله تفيد مطلق التشريك، لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب ولا التراخي عليه. فهذه الصفات قد عطف بعضها على بعض في الآية لبيان اختصاص من اتصف بواحدة منها بما أخبر الله عنه في خاتمتها حينما قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال القرطبي رحمه الله: بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح، ثم ذكر الإيمان تخصيصا له وتنبيها على أنه عظم الإسلام ودعامته، والقانت العابد المطيع، وكما قلنا الطاعة في سكون، أنت القنوت بينك وبين رب العالمين، والصادق معناه فيما عهد عليه أن يفي به، والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المكره والمنشط، والخاشع الخائف لله، والمتصدق بالفرض والنفل، وقيل بالفرض خاصة والأول أمدح، والصائم كذلك، والحافظين فروجهم والحافظات أي عما لا يحل من الزنا وغيره. وفي قوله والحافظات حذف يدل عليه المتقدم تقديره: والحافظاتها، فاكتفى بما تقدم. وفي الذاكرات أيضا مثله فائدة. وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها. فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمسة المفروضة، أركان الإسلام وأنتم تعرفونها، التي هي أعمال. والإيمان يجمع الاعتقادات القلبية المفروضة، وهو شرط أعمال الإسلام كلها. والقنوت يجمع الطاعات كلها، مفروضها ومسنونها، وترك المنهيات والإقلاع عنها ممن هو مرتكبها، وهو معنى التوبة. فالقنوت هو تمام الطاعة، فهو مساوي للتقوى، فهذه جوامع شرائع المكلفين في أنفسهم. والصدق يجمع كل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء والشهادة والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء بها وترك الخيانة، ومطابقة الظاهر للباطن في المراتب كلها. ومن الصدق صدق الأفعال، والصبر جامع لما يختص بتحمل المشاق من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة المسلمين وتحمل الأذى في الله، وهو خلق عظيم، هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والآداب والإنصاف من النفس. والخشوع الإخلاص بالقلب والظاهر، وهو الإنقياد وتجنب المعاصي، ويدخل فيه الإحسان، ويدخل تحت ذلك جميع القرب والنوافل، فإنها من آثار الخشوع.
ويدخل فيه التوبة مما اقترفه المرء من الكبائر، إذ لا يتحقق الخشوع بدونه. والتصدق يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإرفاق. والصوم عبادة عظيمة، فلذلك خصصت بالذكر، مع أن الفرض منه مشمول للإسلام في قوله إن المسلمين والمسلمات، وبقي صوم النافلة، فالتصريح بذكر الصوم تنويه به. حفظ الفروج أريد به حفظها عما ورد الشارع بحفظها عنه، وقد اندرج في هذا جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها وما هو وسيلة لها. ذكر الله له محملان، أحدهما ذكره اللساني، فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب العلم ودراسته، ويشمل ما يذكر عقب الصلاة ما يذكر عقب الصلوات ونحو ذلك من الأذكار. والمحمل الثاني الذكر القلبي، وهو ذكر الله عند أمره ونهيه، فدخل فيه التوبة، ودخل فيه الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأخذ أموال الناس والحرابة والإضرار بالناس في المعاملات. ومما يوضح شموله لهذه الشرع كلها تقيده بكثيرة، لأن المرء إذا ذكر الله كثيرا فقد استغرق ذكره على المحملين جميع ما يذكر الله عندهم. ويراعى في الاتصاف بهذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده الشرع في تفاصيلها، هذا في التحرير والتنوير. فائدة للدكتور فاضل السامرائي، هو بدأ بالمسلمين والمسلمات لأن الأعمال التي ذكرها بعدها لا تقبل إلا بشرط الإسلام. إذن بدأ بما هو شرط، وكل الأعمال الأخرى لا تقبل. لم يبدأ بالمؤمنين والمؤمنات، بدأ بالإسلام وهو الذي يعصم الدم. الإيمان قد لا تعرفه، قد يكون منافقا، لكن الإسلام يعصم الدم فبدأ به. كل الصفات الأخرى أصحاب الديانات ممكن أن تدعي أنها تفعلها. دع المسلمين، كل أصحاب الديانات قد يقولون نحن مؤمنين، نحن صابرين، إلا الإسلام. مجرد أن يدخل الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل أصحاب الديانات يمكن أن تدعي أنها تفعل هذه الصفات، هذا لا يمكن. المسلم دخل في دين الإسلام، إذن بدأ بهذا الإسلام الذي يعصم الدم ويحفظ الفروج، والبقية الأخرى تأتي بعده. ثم جاء بالإيمان، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الإيمان باطن، وهو صفة أيضا، لكنه أمر باطني. نلاحظ أنه انتهى بالذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن هذا يشمل جميع العبادات، يعني كل العبادات ما ذكر منها من الصفات إن لم يكن معها ذكر الله غير مقبولة. كل ما ذكره يحتاج لذكر الله، فإن لم يكن معها ذكر لله لا تقبل. فإذا هو يشمل كل هذا بالنسبة لكل ما ذكر، ينبغي أن يكون هنالك ذكر لله. فإذا هذا هو الذي يحفظها كلها، يجعلها طاعة أو غير طاعة. طبعا والكلام كثير هنا، هل كثيرا شرط والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا كله أحبتي في الله موجود في كتاب أسئلة وأجوبة بضبط الألفاظ المتشابهة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تكون وضحت الفكرة عندكم وانضبطت بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.